ثانيا محظورات يشترك فيها الذكر والأنثى، وهذه المحظورات هي إزالة شعر الرأس، وألحق العلماء به بقية شعر البدن. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وألحق العلماء به ألحق إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين. كذلك من المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت رجل محرم ناقته فقتلت، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب. متفق عليه. ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب. من محظورات الإحرام كما ذكرت استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر فلا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب. قال الإمام النووي رحمه الله: وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج، فإن الحاج أشعث أغبر، وهذا يستوي فيه تحريم الطيب الرجل والمرأة. كذلك من محظورات الإحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء لبس القفازين وهما شراب اليدين. قال صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة المحرمة: ولا تلبس القفازين. حديث رواه الإمام البخاري.